تشهد أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21، هل المساجد في توجيهات بصلاة الخسوف؟ الساعة كام دلوقتي؟ لا أنا ما أعرفش، أكيد بالليل بس مش عارف، 7:15 يعني. شكرا. إحنا بالنسبة لهذا هناك سنة. هناك سنة وهي صلاة الكسوف. فإحنا في المساجد الكبرى إحياء للسنة. ليس شرطا في جميع المساجد، وإنما على الأقل في المساجد الكبرى، وحضراتكم موجودين النهاردة. هو لو حصل لو على الساعة 7:15 يعني هيكون قبيل صلاة الإيه؟ العشاء. فيمكن أيضا في هذا اليوم بعد صلاة العشاء هنشوف برضه هيستمر قد إيه، أو بعد صلاة المغرب هندقق المعلومة الأول من الأرصاد. فإذا كان هيبقى بعد 7:15 يعني عقب صلاة الإيه؟ المغرب، بعد صلاة المغرب يتم صلاة الإيه؟ الكسوف في المساجد الكبرى، ويتم اختيار الأئمة المتميزين المتخصصين في الفقه، كأيضا تحقيق السنة النبوية أو إصابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف. لكن هنشوف بدقة الدكتور سيد تولى الموضوع واتصل بهيئة المساحة والأرصاد ونعرف منهم وقت حدوث الظاهرة، ويتم تطبيق السنة في المساجد الكبرى بعد أن نتأكد من التوقيت الفعلي، نحدد وقت الصلاة إن شاء الله.